ناس كتيرة بتحب القهوة وأنا واحد منهم. لا أنا مش بحب القهوة، أنا بعشق حاجة اسمها القهوة، ويا بقى كده لو بالبندق أو فرنساوي، حاجة كده لوز. والناس اللي بتحب القهوة دي تقريبا متجمعين كده على القهوة علشان هي اللي بتفوقهم. طب اللي مش بيحب القهوة يفوق إزاي؟ هو ده موضوع الحلقة، يلا بينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا ربكم بخير. لو امر تشوفني انا كريم عفه، بقدم محتوى لايفستايل وبدرج سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، لو عجبك المحتوى متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا حلقتنا على طول. قناه الجيمنج قربت تفتح قريب جدا، صورنا الفيديوهات ومنتجناها وظبطنا كل حاجه، فاضل بس بصور فيديو. قناه الجيمنج قربت تفتح قريب جدا، الفيديوهات اتصورت واتمنتجت وكل حاجه نزلت، فاضل لها بس تبقى بابليك على اليوتيوب. فالقناه تحت في الديسكريبشن، ادخلوا كده اعملوا كده سبسكرايب بسرعه كده عشان الحلقه الجديده تنزل يوم الجمعه اللي جاي. عايزين دعم بقى خرافي على قناه الجيمنج. وحاجه كمان، ايه رايكم في الاضاءه اللي ورايا اللي هو الازرق ده؟ ده لسه بعمل وحده اضاءه جديده كده عشان لقيت ان في ناس كتيره جدا بتشتكي من الاضاءه والاضاءه مش كافيه والكلام ده، فانا حاولت كده اجيب كده ايه معدات اضاءه جديده اطور بيها القناه، وطبعا عشان قناه الجيمنج الجديده. يلا بقى نبدا على طول عشان احنا كده رغينا كتير. القهوه، في ناس كتيره جدا جدا بتحب القهوه، وفي ناس ما بتبداش اصلا يومها، ما بتعرفش اصلا تبدا اصلا يومها غير بكوبايه القهوه او بالنسكافيه. في حالتي انا بحب حاجه اسمها ايس كوفي، ده اختراع لو انت شربته او جربته هتلاقيه احسن بالقهوه مليون مره وطعمه احلى بكتير. قهوه بس بايس او قهوه بس ساقعه. هبقى اعمل لكم فيديو ازاي تعملوا ايس كوفي، بس خلينا في موضوعنا دلوقتي. ولو انت فتحت كده ناشونال جيوغرافي كده وشفت كده العلماء بيقولوا ايه عن القهوه وازاي بتنشط الجسم، هتلاقيهم بيقولوا القهوه تحتوي على الكافيين الذي ينشط الجهاز العصبي والمركزي وبلا بلا بلا. وزي برضو ما القهوة فيها فوائد كتيرة جدا والناس بتحبها، برضو هي ليها برضو مشاكل كتيرة جدا على الجسم، زي انها بترفع مستوى الكوليسترول في الدم وبتسبب مشاكل في القولون وبتسبب مشاكل في القلب، وفي حاجة كتيرة جدا جدا انا مش عايز اتخصص فيها ولا ادخل فيها اصلا. ومستوى الكافيين ما بين الناس كده مختلف، يعني ممكن واحد مثلا يضرب مثلا كوباية قهوة يفوق على طول، في واحد لا لازم كوبايتين، في واحد ممكن ثلاثة، وفي ناس طبعا زي حالاتي اللي انا بشرب القهوة بنام، مهما شربت قهوة بحس انا عايز انام، ما اعرفش ازاي، بس هو في برضه ناس كده. تخيل الناس كده بتبقى كلها جايه بتشرب قهوه عشان تفوق وانت بتشرب قهوه عشان تنام. ايوه يا عم كريم، انت عمال تتكلم عن الناس اللي بتحب القهوه والقهوه والكلام ده، انا واحد ما بحبش القهوه، عايز افوق. افوق ازاي؟ في حاجات كتير جدا بتفوق، وخاصه كمان في رمضان ان احنا كمان هنبقى صايمين ومش عارفين نشرب القهوه، اول ما نصحى فنعمل ايه عشان نفوق كده من غير ما نفطر او من غير الناس طبعا اللي مش بتحب القهوه. اول حاجه انك بعد ما تصحى كده على طول تفتح كده الشباك وتاخد الشمس اللي طالعه دي او النور اللي طالع من الجو ده على طول. ليه؟ علشان الدنيا الضلمه دي بتخليك اللي انت عايز تنام كده وهمدان وعايز تستريح دايما. لما اول ما النور بيفتح او نور الاوضه بيفتح او نور الشباك بيفتح، بتلاقي ان انت مره واحده كده بقيت فايق. تاني حاجه ومهمه جدا وممكن اصلا نعمل فيديو لوحده كده عنها من اهميتها، انك تاخد دش ساقع اول ما تصحى. وشغل بقى التوتو اللي انت بتفتح بقى الميه السخنه وبعد كده بقى لما تيجي تتعود عليها تقلبها ساقعه، لا انا قصدي انت بتدخل كده مره واحده دش ساقع، ده بيفوق جسمك كله، بيفوق خلايا الدماغ كلها، وتنفع جدا لطالب الثانويه عامه ان هي كده لو هي خملانه او عايزه تنام تدخل تاخد لها كده دش كده ساقع بسرعه كده في السريع وترجع تذاكر تاني. تالت حاجه انك تشرب ميه اول ما تصحى كتير، طبعا مش دلوقتي، احنا دلوقتي في رمضان، انا بتكلم بعد رمضان. وانا عملت فيديوهات كتيره جدا عن الميه واهميه الميه ولازم تشرب 4 لتر ميه كل يوم على الاقل خالص، فانا مش هتكلم عن حوار الميه ده عشان انتوا عارفين وجهه نظري في الميه عامله ازاي. رابع حاجه بقى، لو انت فاضي تعمل رياضه خفيفه، واحنا عملنا فيديو ازاي تعمل جسم كويس في 30 يوم هتلاقيه هنا، اتعلمت خلاص يابا هنا. فيديو بيتكلم ان ازاي تعمل تمارين خفيفه في البيت من غير ما تروح جيم وتعمل جسم كويس في 30 يوم، هيفيدك جدا الفيديو ده. خامس حاجه بقى، انك تاكل الفطار التمام. الفطار ده عامل بالظبط كده زي ايه؟ البنزين بتاع العربيه، ما ينفعش تمشي العربيه غير لما تحط لها بنزين، فهو ده كده بالظبط، ما ينفعش تصحى وتبدا يومك غير لما تفطر الفطار التمام. وانا ككريم في الايام العاديه غير الصيام بفطر شوفان باللبن، تقريبا الوجبه دي احلى وجبه تبدا بيها، وهي بقى لو عندك بقى موز بقى او مكسرات وتقطعهم كده عليها فولا. سادس حاجة بقى، انك تجيب الهاند فري بتاعك وتسمع اي حاجة على الصبح كده تكون عالية، قرآن، اغاني، شوف انت عايز تسمع ايه. ليه؟ علشان الهدوء بيخليك عايز تنام، لكن اي حاجة شغالة في ودنك كده بتخليك اللي انت فايق وصاحي. ده لو انت في المناطق الشعبية والمناطق العادية، لكن لو انت في مدينتي ايربودز على طول.
مدينتي. وعملنا برضو فيديو برضو عن الايربود، مميزاتها وعيوبها وسعرها وكل حاجة، هتلاقيها برضو في الاي اللي فوق هنا، ادخل شوفها هينفعك كتير جدا لو انت بتفكر انك تجيب ايربودز وتبقى من سكان مدينتي. بس ودي كده تبقى الست حاجات تعملهم لو انت ما بتحبش القهوة او مش بتفكر انك تشرب قهوة في يوم من الايام. الحاجات دي هتخليك فايق جدا وهتبقى احسن من برميل قهوة لو انت شربت. ودي كده كان حلقتنا النهاردة، ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت اول مرة تشوفني، وتعمل سبسكرايب للقناة بتاعت الجيمنج الجديدة، هتبقى جامدة جدا جدا. انتظروا يوم الجمعة اللي جاي فيديو جديد عن قناة الجيمنج. وطبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي او يجيلك اي حاجة كده. اديك لو انت ما عملتش او ما كنتش تعرف ان في قناة جيمنج، ادخل اعمل فولو الحاجات دي وخلاص عشان تتابع كل حاجة. وكالعادة دوس يا كوتش، سلام عليكم.